هذا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. هذا يجعل الشباب بعيدا عن الإسلام وضيع شباب الأمة، قذف في قلوبهم حب المبتدعة وحب البدعة، لا سيما ما كان من مذهب الخوارج في تكفير الأمة، هون عليهم الرفض والتصوف الغالب. يقول: ولكن فلانا عنده حسنات. نعم عنده حسنات، فكان مات، ولكن نحن نحذر منه ومن آثاره، فلا ينبغي أن تذكر الحسنات بحال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشير في زواج امرأة فإنها ذهبت إليه تستشيره في نكاح معاوية وأبي جهل وقد خطباها، وفي رواية لمسلم وذكرت أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصيحة في أمر يتعلق بالزواج، يعني لا يترتب عليه كبير أثر، وكلهم صحابة من الكرام رضوان الله عليه، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فذكر هذا الأمر، هل كان معاوية خاليا من جميع الحسنات؟ لم يكن فيه حسنة قط، لم يكن كاتبا للوحي بين يدي رسول الله، لم يكن خال المؤمنين، لم تكن فيه حسنة قط. فلماذا لم يوازن رسول الله بين الحسنات والسيئات؟ لماذا لم يقل معاوية صعلوك لا مال له؟ ولكن اسمعي، هو ممن آمن بالله ورسوله، وهو من كتاب الوحي، وهو من أهل الكرم، وهو كذا وهو كذا، ويعدد حسنات. يتستشيره فنصحه صلى الله عليه وسلم، لا موازنات ولا شيء. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، ولم يذكر له حسن. هل لم تكن فيه حسنات؟ حاشا وكلا ورضي الله عنه. فأين الموازنات هنا؟ وضحض منهج الموازنات عليه من الأدلة المتكاثرات ما يعرفه أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأثرون أثره، ولكن الجهال والمبتدعة لا يعلمون ذلك.